السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا ويا أهلا وسهلا. هذه الأكياس مليئة بالخبز، يجمعون الخبز يفتونه ويكسرونه وبعدين يباع، يباع للأغنام، الناس اللي يربون الماشية. مدى سلامته ومدى صحيته الله أعلم، أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه المناظر وهذه المشاهد. يقول لك هذا خبز صافي كويس، هذاك خبز مشكل. أنا صراحة أشعر أن كلها أمراض وعفان، الله يكفينا وإياكم الشر. أيضا هذا المشكل ب20 ريال، الصافي اللي هناك هذا الصافي 18 ريال، اللي هو خبز عادي يترك هنا تحت الشمس ويخلى لين ينشف، شايفين أصبح ناشف، ثم بعد ذلك يكسر ويركب في الأكياس. المجموعة اللي هناك يحطون كيك، يحطون أي شيء معه، أي طبعا الكلام هذا كله موجود في العزيزية جنوب الرياض. الأعمال هذه يعني في محلات، مدى سلامتها مدى صحتها مدى ما أعلم، ولكن هذا ما يباع يعني. طيب زي ما احنا شايفين هذه محلات، تمام، وتقوم بالعمل هذا. أنا والله ما أدري ولا أتهم أحد، ولكن هي نفس الفكرة أنه يجمعون الخبز يتم جمع الخبز، وبعد ما يجمع الخبز هذا يعني هل هو صحي هل هو مناسب ما أدري، لكن هذا موجود عندنا في الرياض في العزيزية. طيب يا أخوان، المحلات هذه محلات مصرحة وعليها أرقام وكذا، لكن هل النشاط الممارس فيها صحيح أو لا لا أعلم، ولكن حقيقة المشاهد المشاهدة انه في نسبة تعفن كثيرة جدا. هل هو خطأ من العامل؟ هل الحيوانات تتقبل هذا الأكل؟ او انه من اسباب النفوق للماشية؟ الله اعلم. يعني حبينا ننقل لكم ما هو موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.